ما حكم التأمين على الأموال المستوردة من الخارج وكذلك التأمين على الأموال في المخازن ضد الأخطار والتلف نظير مبلغ يأخذه المؤمن ويضمنها في حالة التلف؟ أليس هذا من الغرر؟ التأمين من عقود الغرر، من عقود الربا، فهو محرم سواء كان على الأموال أو على الصحة أو على غير ذلك. العقود التأمينية محرمة وإن فعلها الناس لما فيها الغرر والربا. نعم.